فهنيئا اللاعبين بكل صراحه. المباراه اللي ما كانت سهله مع الانتصار ديال اليوم، خاصه انه تراكم ديال المباريات، كاينه المباراه ديال اليوم الاربعاء ديال كاس العرش اللي تنفكروا فيها، فاللاعبين داروا واحد الجهد كبير. اما الفريق اللي تراكم الوراء وسجلنا انتصار اللي كان مستحق امام الجمهور ديالنا. تتعرفوا انه هذه ثاني مباراه اللي لعبنا بها السيستم ديال 3-5-2، وماشي سهل انه تنشوفوا اول يعني فرق المغربيه ملي تتلعب 3-5-2 تتصعب على اللاعبين ديالنا، خاصه انه في لو سيستم ديال 4-2-3-1 فتيكون اللاعبين تيكونوا ممتازين. ولكن تنظن انه التغييرات فكانت في محلها اللي عطات واحد التغيير كبير، خاصة زدنا في الهجوم لأنه كان حميد حداد منفرد لوحده في الخط الهجومي، ودخول بن جديدة ودخول عبد الله فعطاو واحد في الهجوم، عطاو واحد النكهة الهجومية اللي سجلنا منها هدف. كنا تنتمناو أن نسجلوا هدف مبكر اللي سهل علينا المباراة، خاصة في اللياقة البدنية باش نفكروا تخلينا أنه نكونوا في يوم الأربعاء 100% مزيانين. ولكن على العموم فمباراة جيدة للاعبين، انتصار يعني رفع من المعنويات ديال الفريق وخلينا انه نزيدوا انتصارات ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله.